السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رح نعمل معاكم الكيكة التركية تريشيلا، كيكة الكراميل، ان شاء الله تعجب الجميع. هون في البداية معانا 6 بيضات، اذا البيض عندكم صغير حطوا 6 بيضات، اما اذا البيض كبار حطوا 5 بيضات. هون اول شي راح نبلش نخفق البيض، راح نحط الفانيلا ظرفين ونبلش نخفق البيض. هون البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. هون راح ننزل نص كمية السكر ونخفق. هون بعد ما خفقناه هون تغير لونه، شوفوا صار لونه فاتح. راح نبلش نضيف بالطحين على دفعات. هون راح نحط كمية، راح نحط البيكنج بودر معاها نخفق. هون راح نخفقها. هون بعد ما خلصنا خفق راح نحاول نرجع بالمعلقة نشوف إذا بي أي طحين مذايب معانا. حركه بهالشكل، لازم يكون قوامه بهالشكل. هون راح نصبه بأي بيركس عندكم أو قالب، صبوه. هون راح نحطه بالفرن. الفرن لازم يكون محمى مسبقا على درجة 180، نشعل عليه من الأسفل فقط. هون راح نعرفكم بالنسبة للكراميل المواد اللازمتنا: كوب من السكر، معلقة كبيرة من الزبدة، ماء ساخن، نص كوب من المي العادي من الحنفية، معلقة من النشا. راح نذوب بها النشا. هون أول شي راح نذوب النشا، نص كوب المي. حركوا، هون المي عادي يعني من الحنفية. نذوبه بشكل جيد. هون راح نبلش نعمل بالكراميل. أول شي راح نبلش نحط السكر، نوزعه بالشكل هذا. ولازم تكون النار يعني أقل من المتوسطة، هدوا عليها. وراح نخليه لبين ما يذوب لحاله السكر. هون راح نعمل طبقة الكريمة. عندنا كريم شانتيه أو باستا كريم 140 جرام، وراح نحط عليهم كوب من الحليب، لازم يكون بارد. وراح نخفقها. هون بعد ما خلصنا هالشكل هذا لازم يكون قوامها ثقيل شوي. السكر ذاب معانا، راح نساعده نقلب اللي لسه ما ذاب ونقلبهم مع بعض بهالشكل. هون لازم النار تكون يعني حيل هادية ولا اهدى شي. راح نقلبه لبين ما يذوب بشكل جيد السكر.
ننزل الزبدة، معلقة الزبدة معها ونحركه بالشكل هذا. بدنا تذوب معانا. هون بالمرحلة هاي لازم واحد ينتبه للكراميل، تحطوه يعني بوعاء غميق عشان ما يطرطش عليكم. هون راح ننزل المي الساخن. بعد ما ذاب السكر هنحط المي والنشا بالشكل هذا ونحرك لبين ما يثقل معانا. هون بعد ما ثقل معانا الكريم كراميل راح نصبه بغير وعاء ونخليه لبين ما يبرد. هون بعد ما طلعنا الكيكة من الفرن هون راح نسقيها. لا يعود عندكم هون، حاولوا تعملون ثقوب عشان نسقي بيها الكيكة، لازم تكون باردة. هون عندنا حليب، 3 أكواب من الحليب، حليب عادي يعني. حطينا عليه سكر، 4 معالق سكر. راح نسقي الكيكة شوي شوي لبين ما تاخذ كل الكمية. هون بعد ما شربت الحليب راح نحط الكريمة. نحط كل الكمية. هون راح نوزعها على كل الكيكة. بالشكل هذا. هون بعد ما خلصنا حطينا الكريمة راح نحط الكريم كراميل نصبه عليه بهالشكل هذا. نوزعه بالتساوي. راح نساويها كلها بالشكل هذا. هون راح نزين الكيكة من نفس الكريمة أخذنا منها كمية وراح نزين بها بالشكل هذا. هون بعد ما نخلصها راح نحطها بالبراد أقل شي 2 3 ساعات. وهي كيكتنا بعد ما طلعناها من البراد. ان شاء الله تعجبكم وتجربونا، والف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.